نتاع الحزب لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016. أعتقد أن النواب كلهم حاضرين، ما كانش غيابات إطلاقا، لما للأمر من أهمية. غدا إذن يفتح النقاش في المجلس الشعبي الوطني حول المشروع اللي كانت اللجنة ناقشته، ومثل ما قلت يوم الخميس ناقشته يعني بجدية بغض النظر عن المواقف تاع كل واحد. يعلم الجميع أن كل قانون مالية سنوي وحتى تكميلي في كل بلدان العالم يكون يعكس الطبيعة الاجتماعية نتاع الدولة من خلال التوجه الاقتصادي والاجتماعي اللي يضمنوا هذاك القانون. وكل قانون مالية سنوي أو تكميلي يكون يعكس يا إما سيادة الدولة أو تبعيتها للخارج أو كونها تكون تحت التبعية. منذ سنة 2008 إلى غاية 2014 قوانين المالية التكميلية والسنوية كانت تعكس تندانس، يعني توجه مقاوماتي، تندانس ريزيستانسيال اي دو بروغري، كانت تعكس توجه مقاوماتي وتقدمي ولو بصفة محدودة ومتناقضة، ميم سي سيتي ليميتي كونتراديكتوار، ولكن كانت تعكس كلها توازنات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي وسعي الدولة من أجل تخفيف المعاناة وإعطاء دفع للاقتصاد الوطني. في هذه السنة، منذ بداية السنة بدأت عملية التقهقر، بدأ مسار تقهقري، لو بروسيسوس ريغريسيف. فقانون المالية التكميلي لسنة 2015 يتضمن تراجعات كبيرة جدا، ويشرعن الى انستيتيوناليز للافتراس لا بريداسيون. ولهذا السبب ولانه في نفس الوقت يشرعن خنق البلديات من خلال تخفيض لا تاب، اذا الكتلة البرلمانية نتاع الحزب صوتت بلا على هذاك القانون المالية التكميلي. مشروع قانون المالية لسنة 2016 يزيد من خطورة هذا التوجه، دونك il aggrave cette tendance régressive. يحدث هذا في الوقت الذي تنتشر فيه حروب الإرهاب أو حرب الإرهاب والتفسخ كنتاج لأزمة النظام الرأسمالي. تنتشر إذن هاد الحرب وكأنها هذيك النار المارحة كما في فولي تصوتي من مكان لمكان. بالأمس وبعد العمليات الإرهابية في بيروت ثم في باريس، بالأمس كان فيه عملية إرهابية تفجيرية واختطاف رهائن، حجز رهائن في باماكو بعاصمة مالي. المواطنين الجزائريين اللي كانوا في هذاك الفندق خرجوا سالمين الحمد لله، ولكن ننحني أمام أرواح ضحايا اللي هما معظمهم من عمال في الفندق وعدد قليل من الأجانب، لكن الحصيلة النهائية مازال. إذن نحن مباشرة معنيون بهذا العملية الإرهابية لأنها تحدث في مالي، يعني عند حدودنا الجنوبية، وفي بلد الدولة نتاعنا مدت كل المساعدات السياسية لإخراجه من الأزمة الخطيرة والتفكيكية. نعلن إذن عن تضامننا مع الشعب المالي الجريح والمدبح، لكن يجب
أن نتوقف عند هذه العملية اللي تبين أنه عندما الدولة تكون ضعيفة جدا هذا الشيء يفتح الباب للإرهاب ولكل شيء. فالدولة المالية جد ضعيفة أو حتى ما عندهاش ملامح أو مقومات أي دولة حقيقية، ولذلك لتحرير الرهائن الجنود الفرنسيون أتوا من التوغو، في إطار هذيك القوة اللي رأسها الجيش الفرنسي. تساؤلات عدة، لأنه اللي نفذوا العملية الإرهابية جاءوا على متن سيارة دبلوماسية وشراو ذمم، نعم وشراو ذمم عمال في الفند des agents de sécurité. Ils ont corrompu des agents de sécurité. S'ils ont pu les corrompre, c'est parce que هادوما les agents de sécurité ضايعين بالجوع. وإحنا نعرف الأوضاع في مالي، ومنذ أسابيع قليلة زارنا رئيس حزب سادي والتقى مع الإعلام وشرح الأوضاع المأساوية اللي تغذي الإرهاب والمسار التفكيكي في مالي بسبب النهب الخارجي ومخطط التصحيح الهيكلي. إذن مالي عديمة كل يعني حصانة، كل مناعة. المالي نو بوسيد اوكون فورم ديمونيتي. العمليات الإرهابية اللي كانت سبقت هذه العملية في مالي بأيام قليلة واللي جات من بعد العمليات الإرهابية في بيروت بمثابة تقلب كلي، ان باسكولمون توتال، تقلب كلي في الوضع العالمي. دونك سي ان باسكولمون توتال على ليشيل مونديال، في حرب شاملة، في حرب شاملة، لأن باريس ليست فقط عاصمة فرنسا بل هي مركز عالمي. باريس ني با سولمون لا كابيتال فرانسيز، مي سي توسي ان سنتر مونديال، ان سنتر انترناسيونال، علاقة بمكانة فرنسا كقوة إمبريالية. بلادنا الجزائر قدرت تخرج من المأساة الوطنية من حرب الإرهاب بواسطة حلول جزائرية حصريا دون أي تدخل خارجي، وقد نفذت من الفوضى العارمة المسمات الفوضى التدميرية المسمات بالربيع العربي، لأن الجزائر عاشت هذيك المأساة الوطنية اللي اعطتها نوع من المناعة، كما طفل صغير اللي يمرض بالحصبة أو بأمراض أخرى تاع الأطفال ويصبح يعني عنده مناعة، أو الإنسان اللي بعيد الشر تحكمه من بريمو انفكسيون مرض السل ما تعودش ترجع له مرة أخرى، كأنه عندنا نوع من التلقيح. سي كوم سي اون ايتي فاكسيني، لأنه الجزائريين مش حابين يعودوا يعيشوا هذيك المأساة الفظيعة. ولكن أيضا تجنبنا الفوضى التفكيكية تاع الربيع العربي، لأن الدولة اتبعت سياسات اقتصادية واجتماعية اللي سمحت للمواطنين الأغلبية أنها تتنفس، ولو مش الجميع، ولو بصفة يعني مش متوازنة. هناك فئات عديدة بقات مهمشة وبقات تعاني من الفقر، وبقاو شباب يعانيوا من البطالة. لكن تصويب التوجه الاقتصادي والاجتماعي تاع رئيس الجمهورية انطلاقا من سنة 2008 عندما اعترف بفشل الخوصصة وفشل الشراكة مع الأجانب، هذا فتح الباب أمام قوانين المالية التكميلية لسنتي 2009 و2010 اللي شرعنوا لهذا التصويب وعجلوا الوتيرة تاع إعادة إعمار بلادنا وتقوية القدرة الشرائية تاع فئات عديدة من المواطنين، مش كلهم ولكن فئات عديدة
من الموظفين ومن العمال في القطاعات نتاع الإنتاج، لأن العمال منهم الموظفين وفي مختلف القطاعات هما رفضوا الربيع العربي، لكنهم طلعوا السقف نتاع المطالب. Ils ont élevé le seuil ou le plafond des revendications sociales. خلق الديناميكية الاجتماعية مطلبية نتج عنها تحسن في القدرة الشرائية. ورافق هذا التحسن إجراءات عدة جاءت في قوانين المالية السنوية والتكميلية اللي ساعدت على إعادة تشكيل ما يسمى بالطبقة المتوسطة، لا كلاس موين. لكن اليوم للأسف الأوضاع مختلفة كليا. لكن قبل الخوض في قانون المالية، بلدان الخليج اللي هما الذراع المسلح نتاع الإمبريالية الأمريكية وحلفاء الكيان الصهيوني وضعوا الجزائر في قائمة سوداء يجب مقاطعتها في المبادلات المالية. في المبادلات المالية حطونا إذن مع سوريا وليبيا والعراق واليمن. يعني كأنه الجزائر غارقة في حرب تاع الإرهاب مثل هاد البلدان. دونك هادوما لي بيي دو غولف لو برا ارمي نتاع الامبرياليزم يو اس لي زاليي دو سيونيزم اون بلاك ليستي لالجيري افيك لو يمن لا ليبي العراق لا سيري سو بريتكست كو سو سون دي بيي كي ابريت لو تيروريزم. معناتها حنا بلاد يلجؤوا ليها الارهابيون. هؤلاء يعني بالذات اللي هما العربيه السعوديه وقطر، هؤلاء العربي السعوديه وقطر اللي هما الرحم لا ماتريس نتاع الارهاب، واللي هما يمولوا الارهاب اللي فبركته المخابر الامريكيه والاخرى باعتراف المسؤولين تاع السي اي وهيلاري كلينتون. هذوما قاعدين يمهدوا لاعتداء على الجزائر. اذا بلادنا محاصره ومستهدفه من قبل الارهاب الدولي. وفي ذات الوقت قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ومشروع قانون المالية السنوي ل 2016 يتضمنان سياسات تؤدي للقطيعة لانكسار كل الموازين. Donc c'est la LF 2015, la LFC 2015 et le projet de LF 2016 mène tout droit vers la rupture de tous les équilibres. بواسطة العودة لمخطط التصحيح الهيكلي par un retour violent au plan d'ajustement structurel دون مديونية خارجية. في الوقت اللي الجزائر ما عندهاش مديونية خارجية، هي تحررت منها. إذا هي سياسة جد عنيفة ضد أغلبية الشعب، ضد الخزينة العمومية اللي تفقد العديد من المداخيل نتاعها اللي تروح في شكل هدايا للأوليغارشيين والمفترسين. توجه اقتصادي يتخلى عن السيادة الوطنية، سيادة القرار الاقتصادي. هذا التوجه بمثابة آلة كاسحة، سي ان فيريتابل رولو كومبريسور اللي يدمر كل الروافع، كي ديتروي تو لي غوسور نتاع المقاومة للهجمات الخارجية، لأنه هذا التوجه الاقتصادي والاجتماعي يدمر كل المناعة نتاع البلاد، كل يعني المناعات توت لي تو لو سيستيم ايمونيتير دو بيي. بالفعل التوجه العام لا توندونس جينيرال تاع مشروع قانون الماليه لسنه 2016 من ناحيه هو يكرس تقشف قاتل بالنسبه للاغلبيه، اي افقار لا بوبيريزاسيون نتاع الشرائح المتوسطه باش حتى هي تنزل للحضيض. هو تساوي نحو الاسفل، سي ان نيفيلمون بار لو با، وتهشيش
شامل للشرائح الأكثر انجراحا، بريكاريزاسيون توتال دي كوش لي بلو فولنيرابل. من ناحية أخرى وبالمقابل المزيد من الهدايا للمفترسين المحليين والأجانب. هذا التوجه بمثابة استفزاز ضخم، توجه يرسخ التراجع عن كل مكاسب الأمة، عن سيادتها الاقتصادية، ويمهد لتدمير حتى التأميمات، وسوف نثبت ذلك من خلال دراسة كل المواد نتاع القانون ومناقشة ومداخلات نوابنا في المجلس الشعبي الوطني، مثلما قام نوابنا على مستوى اللجنة المالية بإثبات ذلك. الميزة الجديدة نتاع هذا المشروع انه فيه حيلة، ان سوبترفيج، من عند وزير الصناعة. وزير الصناعة اللي دار مشروع قانون الاستثمار كومبرادوري، يعني ما يمكنش لهذا المشروع انه يكون وطني بسبب مضمونه اللا وطني والجائر في خدمة مصالح الأجانب حصريا وفئة صغيرة من المفترسين. دونك الخدعة تكمن في تحويل بنود خطيرة جدا من مشروع القانون نتاعو اللا وطني الكومبرادوري في نحو قانون المالية السنوي والعكس صحيح. Donc le subterfuge consiste à transposer des mesures très graves, scélérates, antinationales, compradores, au service exclusif des intérêts étrangers et d'une minorité de prédateurs en Algérie, vers la loi des finances 2016 et l'inverse. Donc, هذا التناقض اللي يميز هذا القانون المالية، ولذلك سوف نتطرق لمضمون قانون المالية لسنة 2016 وفي نفس الوقت لقانون مشروع قانون الاستثمار، لأنهم ربطوهم ببعضهم. وزير الصناعة ربطهم ببعضهم وجاء للجنة، والنواب تاعنا ونواب من أحزاب أخرى في مداخلاتهم أثبتوا أنه سياسته في خدمة المصالح الخارجية، وأنه تدمير لاقتصادنا، إلا أنه ترفع واحتقر النواب ورفض انه يجاوب، ما حبش يجاوب وراح، مما حدث فوضى حتى داخل اللجنة. فعلى سبيل المثال حق الشفعة اللي الدولة تاع الدولة اللي امر به رئيس الجمهورية في 2009 هو اجراء سياسي سيادي، سيت اون ميزور بوليتيك سوفرانيست، من أجل إرساء سيادة القرار الاقتصادي نتاع الدولة، واللي جاء في قوانين المالية التكميلية لسنتي 2009 و2010، حتى يتسنى للدولة أنها تراقب في إطار عقود الشراكة مع الأجانب، تراقب كل العمليات وتمارس هذا حقها، باش ما تقومش الشركات الأجنبية ببيع أسهمها وترخيصها والتلاعب بها لما تكون هي موجودة تحت القانون الجزائري، خاضعة للقانون الجزائري. هذا الإجراء السياسي السيادي تم تحويله إلى مزور فيسكال، يعني إجراء عادي مالي من قبل وزير الصناعة، وحطه في إطار في خانة الإجراءات التي يجب تكييفها. إلى مي لو دروات بريامشون sous le titre نتاع les mesures à adapter في الكود des investissements، واللي طلع عليهم يعني شي مهول، ان رولو كومبريسور توتال، شي ما يخليه، شي اتيلا، ما كانش حاجة تبقى من الإجراءات السيادية أو شي اللي يحمي الإنتاج الوطني، كل شي للأجانب، من خلال إلغاء لابروغاسيون، إلغاء كل الإجراءات التي كانت تسمح للدولة بالتدخل باش تمارس حقها في الشفعة، أو أنها تتدخل باش تراقب كل العمليات على البيع، ورح نرجع لهذا المواد.
في قانون المالية قنبلة، يعني أو حكم بالموت على بلادنا، كما قال رئيس الجمهورية في بداية السنة، اللجوء للاستدانة الخارجية، قال لهم سلا إتام بوسيبل لأنه سسخي لا مور دو بيي، كما هاك. إيبان حطوه في قانون المالية لسنة 2016، وماشي برك الدولة اللي ممكنها يعني تستدين، بل أنه الشركات، كل الشركات اللي خاضعة للقانون الجزائري، دونك بما فيه الشركات الأجنبية مثل دانون، مثل ليند، كل الشركات الأجنبية هنكل بإمكانها تسلف سوارد من برا، والخزينة العمومية هي الضامن، وبالتالي الأوليغارشيين وهاد الأجانب يسلفوا دراهم، وبعد ما يسددوش الديون تاعهم وتولي الخزينة العمومية اللي ديجا بتراجع سعر البرميل فقدت حوالي 50% من مداخيلها، ومن خلال الإجراءات هذه لصالح الأجانب، لصالح الأجانب ولصالح الأوليغارشيا، يحدث فيها نزيف فريمون نيموراجي، هذه تولي اون بلوس تسدد في المديونية نتاع الشركات الأجنبية والأوليغارشيين. هذا حكم بالإعدام على بلادنا، حكم بالإعدام، يرجعونا حقيقة كما اليونان وكل البلدان اللي انهارت. هذا قانون الاستثمار، هذا مشروع قانون الاستثمار، دونك يرفع، ينحي الإجراءات اللي حطتهم الدولة بأمر من رئيس الجمهورية، أنه ممنوع على الأجانب اللي حققوا أرباح في بلادنا أنهم يخرجوا هذيك الأرباح بالعملة الصعبة، ومحطوطة كانت محطوطة شروط تفرض عليهم أنهم يعاودوا يستثمروا ولو جزء منها في بلادنا عندما يكونوا في إطار عقود الشراكة. نتذكر جميعا أنه في سنة 2006 رئيس الجمهورية كان غاضب جدا، وأعلن أنه ستون موغاجي في الخزينة العمومية، وأعطى أرقام مهولة، أرقام مهولة بمليارات الدولارات واليورو تاع النزيف في العملة الصعبة، وقال لا يمكن أن نترك الوضع هكذا، يجب أن نوقف هذا النزيف، معناه يفوكو مات أنغارو. وحقيقة تحطت إجراءات اللي تقيد هذا النزيف منذ 2009 و2010. هذا المشروع قانون الاستثمار هو مشروع أجنبي، مش ممكن يكون جزائري إطلاقا، لأنه حاب يرجع الجزائر كما مالي، عندها ثروات بما فيه البترول والغاز وعندها كلش، ولكنها من أفقر البلدان، وعلى هذيك الإرهاب فيها قاعد يتزايد. دونك نوليو كما مالي أو أي بلد إفريقي، المستعمرات السابقة نتاع فرنسا اللي مازالت مستعمرات بشكل ما، فيها قواعد عسكرية فرنسية، الجنود جاو من توغو عند المالي ويروحوا من أي مكان، ومن النيجر وين ما يحبوا يتنقلوا، دونك هي مستعمرات. والجزائر أصبحت فعلا الدجاجة اللي تبيض الذهب بالنسبة للأجانب، كما كانت الهند عندما كانت مستعمرة بريطانية، كانوا يعيطوا لها لا بولو زو دور. احنا عنده الحق بن خالفة وزير المالية كي يقول حنايا، أم قالوا لنا الاف ام اي والبنك العالمي باللي الجزائر راح تولي مكة تاع المستثمرين الأجانب، معناه تاع النهب الخارجي، يجيو هنا بلادهم تتخبط، بلدانهم تتخبط في أزمات غير مسبوقة، تصحير صناعي في بلدانهم، انهيار شامل اقتصادي واجتماعي، يجيو لبلادنا نوفروا لهم كل شيء، الاموال باش يعاودوا يخرجوها، ونعطيو لهم شركاتنا، ونعطيو لهم عقارنا، ونعطيو لهم كل شيء، ونعطيو لهم كذلك العمال اللي هما بيسوق التكلفه نتاعهم رخيصه مقارنه بالبلدان الغربيه. دعوني أعود لبعض المواد اللي هي هامة جدا في قانون المالية باش تتوضح الصورة، وهذا النضال أو الكفاح لكومباك يتمني من طرف نوابنا في لجنة المالية مع نواب آخرين تاع انتماءات واحدة أخرى، بما فيهم تاع الأفلان اللي كانوا يعني بينوا باللي عندهم انشغالات كما تلتقي مع الانشغالات نتاعنا. أولا نبداو بنقاط إيجابية، وهذا خصوصية قانون المالية السنة، نقاط إيجابية لأن اللجنة تمكنت بأغلبية
يعني مريحة أنها تلغي خمس مواد جائرة صلغات لا وطنية لا اجتماعية بل تخريبية بالنسبة للاقتصاد الوطني. دونك اللجنة ألغت المادة 9 اللي هي المتعلقة برسم التسجيل. اللجنة حذفت المادة التي تتعلق بإلغاء رسم التسجيل في حالة مؤسسة خاصة ترغب في شراكة مع الأجانب. باسكو جابوا دونك اون ميزور كي ابروجي لي دووا دو بوبليسيتي لي دووا دو بوبليسيتي بور اون انتربريز بريفي كي انتر ان بارتناريا افيك دي زيترانجي. والقيمة نتاعها 100 مليون دينار. 100 مليون دينار كانوا حابين يمدوها هدية للشركات الخاصة هنا اللي دير شراكة مع الأجانب. اللجنة لغات هذا الإجراء وهذا شيء مهم جدا. لغات المادة 13 اللي تتعلق بإخضاع الأدوية اللي سموها هما تاع الرفاهية إلى تيفيا بنسبة رسم على القيمة المضافة بنسبة 17%. الأطباء يعرفوا باللي ما كانش أدوية تاع الرفاهية. ما كانش أدوية تاع الرفاهية. إذا كان لازم واحد يشرب الكالسيوم لأنه نقص فيه الكالسيوم هذه مش رفاهية، ولا يشرب لو فيغ، ولا يشرب كاين أدوية هكذا مكملة للتغذية عندما تكون ناقصة، هذه ماهيش رفاهية. وبالتالي بعد مناقشة جدية لغاو هذا الشيء وهم على صواب. لغات اللجنة المادة 53 المتعلقة بالتنازل عن الأراضي لفائدة المستثمرين الذين أنجزوا مشاريع سياحية. هذه كنت تطرقت لها نهار الخميس. هذا شيء مهم لأنه الأمر يتعلق بملكية الدولة، ملكية الشعب. ولكن الشيء الغريب واللي كنت أنا أعلنت عنه أن وزير السياحة قال أنا خاطيني، أنا ما جبتش هذا الشيء. وزير المالية قال أنا خاطيني، ونتاع أملاك الدولة الممثلين تاع لي دومين قالوا إحنا خاطينا. دونك هذا الشيء جا من الخارج، جا من الممثلين تاع المفترسين تاع الأوليغارشيا. وهذا الشيء أكدنا وزدنا تأكدنا في بنود أخرى أنه الأوليغارشيا أملت إجراءات ودخلتها في قانون المالية. اللجنة تاع المالية ألغت المادة 62. عدلتها المادة 62 المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين اللي يمكنهم إنشاء مناطق صناعية. واحد عنده أرض نتاعو ملكه ولا ملك باباه ورثها، حب ينشأ فيها منطقة صناعية. اللجنة حطت شروط وضوابط أنه ما تكونش أراضي فلاحية وأن تكون تستجيب للشروط التي تحدد المناطق الصناعية. دونك هذا شيء إيجابي، سي ان سيستيم نورماتيف. اللجنة لغات المادة 71 الجائرة اللي كانت تحول صلاحيات تاع رئيس الجمهورية اللي وقع على قانون المالية، صلاحيات تاع المجلس الشعبي الوطني اللي يناقش ويعدل ويصوت يصدق، صلاحيات تاع الوزراء باسكو تسمح لوزير المالية يتلاعب بالميزانيات تاع كل القطاعات أثناء السنة المالية en cours d'année budgétaire. دونك هذا الشيء مهم جدا، وبيان سور لازم النواب تاعنا يكافحوا من اجل اقناع الاغلبيه نتاع النواب باش في الجلسه العامه يعني نحتفظ بهذا المكسب. هذا الشيء ايجابي جدا، هذا الشيء ايجابي جدا، ولكن للاسف كل الباقي قاتل. طول غاست مورتيل، tout le reste est mortel. Alors, tout le reste est mortel. نكمل المادة 25. دو. المادة 2. المادة 2 إلغاء إلزامية إعادة استثمار حصة الأرباح الموافقة ليكيفالون تاع الامتيازات الممنوحة في إطار في أنظمة دعم الاستثمار. Ça veut dire que c'est l'abrogation de l'obligation de l'investissement, donc de l'équivalent des avantages qui ont été consentis par l'État, par le Trésor public, dans le cadre de l'encouragement de l'investissement privé. Donc c'est d'abord FIE, FCE, ou le
القيادة القياديين تاع الافسيو، باسكو مئات الشركات اللي في الافسيو ما عندهم حتى علاقة بما فيه العشرين مؤسسة عمومية. دونك لي زوليغارك هما اللي جابوا هذا الإجراء، وفي نفس الوقت هو يسمح بسكاين إمكانية لتحويل الأموال بالعملة الصعبة للخارج. المادة ربعة اللي تنقص الرسم على القيمة، الرسم على النشاط المهني لا تاب ب 50%. 50% معناه الخزينة العمومية تضيع، لو كان يبقى هذا الإجراء تضيع 193 مليار دينار سنويا لو كان يبقى هذا الإجراء. شوفوا لو مونك ا غاني 193 مليار دو دينار انويلمون بار لا ريدكسيون دو لا تاب دو 50%. المادة 10 زيادة في تسعير تقاسيم السيارات لا فينيت اوتو. المادة 14 زيادة كبيرة جدا في لا فينيت اوتو. المادة 14 رفع معدل لا تيفيا من 7 إلى 17%. اسمعوا مليح، فيما يخص حفاضات للبالغين لي كوش بور ادولت اللي هما مراض. مي سي كريمينال، سي فريمون كريمينال، سي اون انسولت، سي اون انسولت بالنسبة لهذه الفئة ولعائلاتها، يعني اللي كبار في السن وعندهم امراض في المعدة وفي شي وهكذا. الحفاضات نتاع البالغين اي با هادو ما يزيدوا لهم كوم سي سيتي ان لوكس. واحد ولا وحدة مراض يزون بوزوان دو كوش، ديجا كاين عدد كبير ما عندهمش صوارد باش يشريوهم، يوليو يمدوا في يديهم والجمعيات تجري وتعاون فيهم، ما يستحيوش على عرضهم، ما يستحيوش خلاص، مش ممكن واحد جزائري يتصرف بهذه الطريقة. الزيادة في بيان سور تخص ايغالمون الغازوال وتخص استهلاك الغاز الطبيعي اللي فوق 2500 كيلووات ترم لكل 3 شهور. وحنايا كنا شرحنا باللي هذه 2500 يتمسخروا يتمسخروا، وهذا الشيء يخص مام اللي عنده براكه، مام اللي عنده براكه. والزياده بيان سور في لا تاكس دابيتاسيون ديجا في قانون الماليه التكميلي. زياده في استهلاك الطاقه الكهربائيه اللي تفوق 250 كيلووات نفس الشيء. الماده 15 رفع الرسم على المنتجات البتروليه لي تي بي بي. الوغ الغازوال زياده بدينار، الممتاز زيادة ب5 دينار، واللجنة زادت دينار. الحكومة حطت زيادة ب5 دينار واللجنة زادت دينار، دونك ولا 6 دينار. سامبلون دون رصاص، الحكومة جابت 5 دينار واللجنة زادت دينار ولا 6 دينار. ومن بعد العادي لو نورمال، الحكومة جابت 4 دينار واللجنة زادت دينار. يعني سي اون كونتراديكسيون مع القرارات الأخرى اللي خداتهم اللجنة. المادة 50 تعديل الأتاوة للاستغلال التجاري للمياه، الحكومة جابت زيادة ب2 دينار واللجنة نقصت ورجعته 1 دينار. المادة 54 إخضاع التنازل عن الأملاك العقارية للجماعات المحلية للمداولة نتاع المجلس الشعبي البلدي، يعني لا سيسيون، تنازل عن الأملاك الخاصة نتاع الدولة، الممتلكات العقارات نتاع البلديات والجماعات المحليه. معناه الجماعات المحليه ينقصوا لهم في لاتاب 50% من المداخيل، يخنقوا البلديات، وفي نفس الوقت العقارات تعرض للبيع، ما تبقى حتى بلديه. واش دور واش حين يسيروا المنتخبين، يسيروا البؤس، يسيروا الاحتجاجات نتاع المواطنين. وي اسمون لا لي زيلو يسخون دون اون بوزيسيون دو جيري لا كولير دي سيتويان، وما يصبح عندهم حتى وسيله باش يستجيبوا لاي طلب، لاي طلب. سي دون اكستريم غرافيتي باسكو سي لا كونفيسكاسيون دو لا ديموكراسي دو موندا، اي سي لا ديستروكسيون دي باز ماتيريال نتاع البلاد. وهذا سي اون كونتراديكسيون مع الماده 17 من الدستور. وهذا البند جابو الاف سي او ما يسلك منه حتى شيء، هادو الاوليغارشيين حابين ينهبوا كل شيء. الماده 59 هي المتعلقة بالاستدانة الخارجية، كنت تكلمت عليها. المادة 66 فتح المجال للخوصصة وإعادة إحياء القانون المتعلق بتطوير الاستثمار
0301. هذا القانون سقط طون برانسيب، إلي طومبي، إلي كادوك. هو والقانون تاع الخوصصة 0104. هادوما تعرفوا باللي كاين قاعدة قانونية تقول كل قانون جديد يلغي البنود تاع القانون اللي يكون سابق ويكون متناقض معه. إبا هما عاودوا حياو القانون 0301 وحتى القانون 0401 اللي المفروض انهم خلاص يسون كادوك. هادوما الوغ الخلاصه تاع هاد الشيء واش معناه؟ في اطار خوصصه المؤسسات المؤسسات العموميه اللي تحتفظ على 34% من الاسهم. على 34% من الاسهم سافدير ديجا تفتح راس مالها بنسبه 66%. دونك تحتفظ ب 34% سولمون، ولكن بعد 5 سنوات يمكن للخواص اللي داو 66% انهم يتحصلوا على 34% المتبقيين. معناتها يوليو يتحصلوا على 100% خوصصة وترخيص شامل وكامل، عودة للتصحير الهيكلي. هذا دليل دون مديونية الخارجية، علما انه هذا المادة ماشي مجالها قانون المالية، هذه مجالها قانون الاستثمار، لكن وزير الصناعة دخلها في قانون المالية باش يحط الناس كل دوفون الفيت اكومبلي، اون سي جامي، لكن القانون تاعو يتم سحبه يكون او موان تحصل على هذا الشيء، او موان تحصل على هذا الشيء. إذا العمال اعترضوا على قانونه يقول لك او موان ننتج حوايج نحطهم في قانون المالية. ولهذا السبب لا يمكن أبدا يعني ترك هذه المادة تمر، لأنها موت لكل القطاع العمومي. الوغ المادة 70 نفس الشيء، يعني الخطورة نتاعها قصوى لأنها تراجع في القاعدة تاع 51-49، فرغوها من محتواها. الوغ لا تخضع قاعدة 51-49 لي، يعني ما تشملش النقاط التالية: التنازل عن أسهم الضمان، ها لي بارت لي زاكسيون تاع لي غارونتي المنصوص عليها في القانون التجاري، او تبادلها ما بين المتصرفين الاداريين القدامى والجدد دون ان تتجاوز قيمتها الاسهم 1% من الراسمال الاجتماعي للشركه. ثانيا تعديل الراسمال الاجتماعي، اي بوف موديفي دونك لو كابيتال سوسيال، والدوله ما عندهاش الحق تتدخل. إلغاء نشاط أو إضافة نشاط ملحق، ça veut dire changer la nature de l'activité أو intégrer une nouvelle activité. الدولة ما عندهاش الحق تتدخل. أيضا تعديل النشاط تابعا للتحويل نفس الشيء، ما عندهاش الدولة تتدخل. تعيين مدير أو حكام الشركة ما عندهاش دولة الحق أنها تتدخل، أو تغيير عنوان المقر الاجتماعي، دولة ما عندهاش الحق تتدخل خلاص. وهذا نتاع الأوليغارشيا، هم اللي جابوه بواسطة وزير الصناعة، هم جابهم وزير الصناعة باسم الأوليغارشيا. أنتم تلاحظوا هادوما صفديق عينات باش نبينوا مدى خطورة هذا المشروع، وأنه يمهد للزج ببلادنا في وضعية انكماش اقتصادي. Il pousse notre pays vers une situation de récession économique بواسطة تراجع الاستهلاك عبر تدمير القدرة الشرائية، مما يترتب عنه تراجع الانتاج، وأيضا وهذا يخلق بطالة المزيد من البطالة، ومن خلال إلغاء مشاريع كبيرة جدا، لأنه ميزانية التجهيز تتراجع بأكثر من 45%، وحتى ميزانية التسيير تتراجع ب 3%، وهذا ضخم، هذا ضخم، لأنه هذا معناه تقليص في إنتاج مناصب شغل وفي استخلاف اللي يروحوا للتقاعد من الموظفين. هذا يمهد لزلزال، سيتان فيغيتابل تسونامي اللي راح يترتب عنه زعزعة الاستقرار نتاع البلاد، وهذا رايح يخلق
ارضيه خصبه ان تيغو فيرتيل نتاع العنف وحتى نتاع الارهاب وحتى نتاع الارهاب. كنا تكلمنا عن مالي وإحنا عشنا المأساة الوطنية ونعرف باللي البؤس الاجتماعي اللي جابوا التصحيح الهيكلي طول في عمر الإرهاب، طول في عمر الإرهاب وزاد عقد الوضع في بلادنا. أنا شخصيا لا يمكن لأي أحد أن يقنعني بأن رئيس الجمهورية هو وراء هاد مشروع قانون المالية لسنة 2016 التقهقري الهمجي التفكيكي اللا شعبي واللا وطني واللي دمر كليا السيادة الاقتصادية نتاع البلاد. هذا موقفي وألح عليه وألح على مشروع قانون الاستثمار اللي فات على مجلس الوزراء، وأشكك في أنه يكون نفس المشروع اللي تطرح في مجلس الوزراء هو نفسه اللي رايح يوصل للمجلس الشعبي الوطني، لأنه يشرعن إلى استيتيوشناليز النهب المطلق لبلادنا ولمواردنا، ويجب أن يسحب هذا مشروع الاستثمار، يجب أن يسحب لأنه غير قابل للتعديل. Il n'est pas amendable. Il n'est pas amendable. فبالإضافة إلى إدراج كل الإجراءات الجائرة en plus de toutes les dispositions scélérates في مشروع قانون المالية لسنة 2016، هاد وزير الصناعة حاب يجعل النواب أمام الوضع القائم ويربط يدين كل المؤسسات، وبالتالي يجب محاربة كل هذه الإجراءات أثناء مناقشة قانون المالية في المجلس الشعبي الوطني. هكذا نحن نملك الآن، ووسائل الإعلام تملك الدليل بأن هناك مراكز غير دستورية des centres non institutionnels أي الأوليغارشي اللي تتدخل في صياغة القوانين وتملي إجراءات اللي تحفظ المصالح نتاعها. معناه هاد الشيء أكد بأن هناك سلطة موازية في خدمة مصالح أقلية صغيرة ومصالح الأجانب، وهذه هي خصوصية وصفة الأوليغارشيا. هناك ما على باليش مواطن جزائري هداني كتاب، رسل لي كتاب عنوانه الأوليغارشي ديز انكابابل، l'oligarchie des incapables, oligarchie de l'ajizine. Alors, pour résumer, il monopolise les postes les plus importants, cumule les privilèges et font de l'argent leur principale passion. Ils se servent de l'État pour aider leurs amis, fabriquent des lois sur mesure pour leur bon plaisir et laissent le pays aux mains de bandes rivales. Patrons, aux fonctionnaires, élus ou experts, cette caste d'oligarques nous gouverne avec un mélange d'incompétence et de lâcheté. Mais, Yakoul, tout le monde en convient, cette comédie du pouvoir peut mal finir. Peut mal finir. Idan bel-arabiya, Yakoul, ashab had l'ikteb, illi huma tinin فرنسيين، هادو فرنسيين ويتكلموا على الأوليغارشيا، يقولوا إنهم يحتكرون الأوليغارشيا هذه، يحتكرون المراكز أو المناصب الأكثر أهمية، ويجمعون الامتيازات ويجعلون من النقود أي الثروة حبهم الوحيد، اهتمامهم الوحيد. يستخدمون الدولة لمساعدة أصدقائهم، يفبركون قوانين على مقاس لرغباتهم، ويوضعون البلاد بين أيدي عصابات عدوة، يعني في بينها عداوة، هم أرباب عمل، كبار موظفين منتخبين أو خبراء. هذا الفئة من الأوليغارشيين تحكمنا مع مزيج من العجز، يعني ما عندهمش الكفاءات، من العجز ومن alors la lâcheté c'est الجبن، voilà الجبن، جبناء، ce sont des lâches
لكن يقول صاحب أصحاب الكتاب الجميع يعلم بأن هذه المهزلة بتاع الحكم يمكن أن تنتهي بطريقة سيئة أو مأساوية. أعتقد أنا جفيتي الصباح باسكو حتى اليوم باش حليته فيه معطيات اللي تأكد كل شيء اللي احنا نقولوه. ومن قبلهم ديجا قالوا اليونانيين وقالوا الأوكرانيين وقالوا الروس وقالوا في مختلف الجنسيات. قالوا صحيح وزراء وزيرة البريد والمواصلات تصريحاتها الأخيرة فيها بصمة واضحة واضحة نتاع الأوليغارشيا لومبرانت تري فيزيبل دو لوليغارشي. هي صرحت انه ما كانش مستقبل للقطاع اللي هي على راسه خارج القطاع الخاص. Il n'y a pas d'avenir pour le secteur en dehors du privé. وقالت ما لازمش نرجعوا لعهد الروس. عهد الروس يعني للوضعية نتاع اللي عشتها الجزائر بعد الاستقلال منذ سنة 62، لأن الجزائر كانت تسمي روحها كانوا كنا نقولوا عندنا اشتراكية سبيسيفيك بون ما كانتش اشتراكية حقيقية ولكن كانت ملكية جماعية لوسائل الإنتاج الكبرى. دونك هي ضد ملكية الوسائل الكبرى للإنتاج من قبل الدولة من قبل الشعب، لأنه في روسيا روسيا تفككت عندما تكسرت كسر إلتسين من خلال جوستومون الإصلاحات المضادة كي كسر الملكية الجماعية لا بروبريتي سوسيال التم اللي تفككت تفكك الاتحاد السوفيتي. يبدو أنه هذه الوزيرة ما تبعتش مليح واش صرا في روسيا في الاتحاد السوفيتي، وأنه اليوم حتى بوتين ويقول كاين أوليغارشيين في الحكومة وفي حوالينها وهو حاوز العديد من الأوليغارشيين من الحكومة ووضع عدد منهم في الحبس في السجن. دونك يعترف باللي كاين أوليغارشيا اللي تشكلت في بلاد، وهي تقول ما لازمش نرجعوا لعهد الروس. أنا ننصحها تروح تقرأ باش تفهم واش صرا في روسيا في الاتحاد السوفيتي سابقا وكيفاش وصلوا لهذا الوضع المأساوي، وين أستاذ جامعي يخلص 75 دولار في الشهر ويروح يبيع حتى الجاكيت نتاعو من اللي كان في روسيا في السابق كان نوع من المساواة وكان عندهم المرافق العمومية ولو ما عندهمش ديمقراطية، وهذا الشيء اللي دمرهم. وهي راهي تتكلم عن قالت ما نخلصوش ما نفتحوش الجيري تيليكوم بس حنعاودوا تنظيم غي اورغانيزي. احنا ماناش اغبياء، احنا نعرف اش معناتها ريستركتوراسيون غي اورغانيزاسيون. هذه كلمات كاش سكس نتاع لا بريفاتيزاسيون تاع فتح المجال للقطاع الخاص باش يدخلوا القطاع الخاص. وهناك معلومه اللي قاعده تمشي تسربت يعني بغوي كيكوخ يقول باللي هي قاعده تسعى باش تخصص جوستومون في اطار شراكه مع الاجانب باش تخصص موبيليس تفتح راس ماله لاورانج الشركه الفرنسيه اورانج. ما لقيناش شركه واحده اخرى الا الشركه اورانج. العجب في هذه المرحله ما كاين غير الشركات الفرنسيه. زمان رئيس الجمهوريه كان يدير توازنات ايه يفتح للاستثمارات الخارجيه ولكن فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال والولايات المتحده وشركات اخرى، لكن في المرحله الاخيره ولينا وكاننا مستعمره الا الشركات الفرنسيه اللي عندها لا بريموتي وعندها لا بريفيرونس سي اون بريفيرونس باينه. دونك يوليو اورانج تتنصت على المكالمات نتاعنا. ايه اورانج لانه هذا القطاع تاع السياده. هذا دونك هنا بيان سور تطرح العديد من التساؤلات، لكن وبصفة على عكس هذه التصريحات في اللجنة نتاع المالية تم تسجيل تصريحات جد إيجابية وشجاعة لوزير التجارة عندما قال باللي تحويل الأموال بالعملة الصعبة فاق 20 مليار دولار وانهم يجيبوا لنا الحاويات فارغه فيها الحجر ولا فيها الوسخ ولا كذا. وقال انه الدوله الجزائريه تفرض على روحها القرض المستندي لتا سامبوز لو كريدوك ا لوي ميم الوغ كو البائع لو فورنيسور ما طلبش هذاك الشيء
ما طلبش هذاك الشيء. دونك سافدير ما كانش رقابه، ما كانش رقابه، يجيبوا لنا دي كونتينر فيهم الحجر، ما كانش رقابه مسبقه. الوغ ديبرسيون، ضغوطات تمارست على وزير التجاره بسبب هذيك التصريحات، هو اضطر انه يقول نو ما فهمتونيش، ولكن احنا فاهمينه مليح وعلى بالنا باللي تمارست عليه ضغوطات، لانه لجنه الماليات وصلت لنفس الخلاصه. لا كوميسيون دي فينانس دون سون اكرازونت ماجوريتي ايت اريفي او ميم كونكلوزيون، انه خسرنا 20 مليار دولار من خلال هاد الترانسفير نتاع 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 لي كونتينر للخارج. ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ نحن نكرر انه الحل الوحيد يكمن في رخص الاستيراد، لا جينيراليزاسيون دي ليسونس دامبورتاسيون، باش الدوله تقدر تراقب، الوزاره تقدر تراقب بطريقه فعليه دو فاسون افكتيف التجاره الخارجيه. في ذات السياق وزير التجارة اعترف بأنه اتفاق الشراكة مع الأجانب فشل كليا وما ربحنا حتى شيء، خاسرين في طول الخط. وبالتالي نحن نعتقد أنه هكذا اعتراف يجب أن يؤدي إلى استعمال الدولة لحقها في يعني توقيف، في توقيف يعني الخروج، التحرر من هذا الاتفاق، لأنه يوجد بندان، إليا دوز ارتيكل اللي يسمحوا للدولة عندما تكون لا بالانس نتاعها عاجزة، ولا بالانس تاعنا عاجزة حاليا، وعندما بيان سور تكون ما خرجش عليها هذا الاتفاق، يحق لها انها تنسحب. تنسحب يكفي ان توجه تعلم الطرف الثاني وتنسحب من هذا الاتفاق، ما كانش طريقة واحدة أخرى، ما عندنا حتى سبة اللي تجعلنا نروحوا نتفاوضوا. نتفاوضوا على ماذا نتفاوضوا؟ ولا زون دو ليبر ايشانج جايه، لا زون دو ليبر ايشانج جايه كي ناجلوها من 2017 ل 2020 ومن بعد، يعني قال محكوم عليه بالاعدام، هو ميت ميت يكسب ثلاث سنوات. لا، حبينا بلادنا تعيش واقتصادنا يعيش، دونك الغاء التحرر من هذا الاتفاق اللا وطني. الوغ الدوله اذا سجلنا اذا من خلال هذا قانون الماليه وقانون الاستثمار، مشروع قانون الاستثمار، انه لو كان يطبقوا الدوله تتخلى كليا عن السياده الاقتصاديه وتتخلى، وحنا نعرف انه الدوله اللي تتخلى عن السياده الاقتصاديه تتخلى عن كل شيء، تتخلى عن كل شيء، اثر العمليات الارهابيه الفظيعه الهمجيه تاع باريس. رئيس الجمهوريه وجه رسالة للرئيس الفرنسي هولاند يعبر فيها عن تضامنه، تضامن الشعب الجزائري مع الشعب الفرنسي، وهذا الشيء أكيد، خاصة وإذا كان شعب اللي حس ويعرف وش معنى حرب الإرهاب فهو الشعب الجزائري. ف لكن في هذيك هذيك الرسالة تاع التضامن، رئيس الجمهورية يفتح علينا باب جهنم، يفتح علينا باب جهنم، لأنه لأول مرة يقول في الرسالة أنه يجب توحيد الجهود عبر تدخل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة معناه تحالف دولي، c'est une coalition internationale، يعني إحنا الجزائر نطالب بتحالف دولي باش تكون حرب شاملة، حرب شاملة، وديجا معناتها تحت غطاء الناتو، وهذا الشيء يسمح باش يكون تواجد عسكري اجنبي في كل البلدان. تصبح فرنسا تحط دير تواجد تاعها وين ما تحب، تتدخل وين ما تحب، امريكا وين ما تحب، بريطانيا وين ما تحب، ومعناه الجيش الجزائري، الجيش الشعبي الوطني، يولي يخرج من الحدود، يخرج من الحدود. وهذا الموقف بمثابة القطيعة مع الموقف التقليدي الجزائري، ومع مبدأ عدم التدخل في شؤوننا الداخلية وعدم تدخلنا في الشؤون الداخلية نتاع البلدان. الجزائر موقفها واضح من العدوان على العراق والعدوان على سوريا. في العراق كان في إطار تحالف، كان في إطار تحالف، وفي ليبيا كان تحت مظلة الناتو، وسوريا الآن كل اللي يحب يدخل يدخل، اللي يحب يقصف يقصف. فنريد التذكير بهذه الوقائع، والجزائر كانت دائما
ضد هاد هاد التدخلات العسكرية. فهنا السؤال مطروح، من هو صاحب الرسالة؟ شكون اللي كتب هاد المساج؟ شكون اللي كتب هاد المساج؟ لأني أنا شخصيا أعتقد أنه يستحيل أن يكون رئيس الجمهورية وراء هاد الرسالة، باسكو هادي سيت اون اوفر دو سيرفيس للخارج، لفرنسا، للولايات المتحدة، للقوى العظمى. سيت اون اوفر دو سيرفيس سور ان تيران تري ديليكا، لو تيران سيكوريتير ميليتير. يستحيل أن يكون رئيس الجمهورية وراء هذا الرسالة، لأنه هو تمكن من الحفاظ على الاستقلال الوطني وعلى السيادة الوطنية في المسائل الأمنية، في المسائل الأمنية، وحافظ على الدستور، ودائما كان يقول أن الجزائر عمرها ما تشارك في عملية في الخارج، وإحنا عارفين أن ضغوطات كبيرة تتمارس على بلادنا. أنه يكون تبادل المعلومات الأمنية حول الإرهاب، نعم هذا شيء عادي، كيلي إيشانج دو رانسينيومون سور لي موفمون تاع لي تيروريست، هذا ما فيش إشكال. أنه يكون تنسيق على المستوى الدولي وعلى المستوى الثنائي انترناسيونال وبيلاتيرال حول المسائل الأمنية ولي ناركو ترافيك وكل أشكال الجريمة، أوكي هذا ما فيش إشكال. لكن أن بلادنا هي تنادي لتشكيل تحالف دولي، يعني للتدخل الدولي تحت غطاء الأمم المتحدة، فهذا الشيء راح يقحم بلادنا، سولا فا اونجاجي ريسك دونجاجي نوتر بيي والجيش الشعبي الوطني تحت مظلة الناتو، تحت مظلة الناتو اللي كان دعم فرنسا الاستعمارية ضدنا، ضد الشعب الجزائري أثناء حرب التحرير، أو الجيش الشعبي الوطني اللي هو سليل جيش التحرير يولي يتدخل كذنب كومان سوبليتيف نتاع الجيش الفرنسي أو الجيش الأمريكي، كما شفنا الجيش المالي أو جيوش واحد أخرى. وين راي رايحة بلادنا بهاد التوجهات؟ نحن نعتبر أنه هاد المساج يتضمن يعني موقف خطير، موقف خطير اللي تم نسبه لرئيس الجمهورية. انحدار بعد انحدار وانزلاق بعد انزلاق، بلادنا قاعدة تفقد في كل خصوصياتها وكل أوراقها، وكل أوراقها دو غليسمون غليسمون de dérive en dérive, notre pays est en train de perdre toutes ses spécificités et tous ses atouts et toutes ses cartes. جيش التحرير وكرر هو سليل جيش الشعب الوطني هو سليل جيش التحرير، هو يدافع عن تكامل البلاد وسيادتها وسيادتها، لا يمكنه أن يتحول إلى جيش en une armée supplétive. Il ne peut en aucun cas, elle ne peut, notre armée nationale populaire ne peut en être en aucun cas devenir une armée supplétive أو ذراع مسلح لأي قوة في العالم، ولا يمكن إقحام الجيش الشعبي الوطني في أي حرب بالوكالة، في أي حرب بالوكالة. L'ANP ne doit en aucun cas se transformer en armée supplétive, en bras armé de quelque puissance que ce soit, ne doit être impliqué dans aucune guerre par procuration. لكان رئيس الجمهورية ندد بها بوضوح في شهر أوت من سنة 2006 بمناسبة العدوان الصهيوني على لبنان الشقيق، لأنه قال الآن أصبحنا نشاهد حروب بالوكالة، حروب بالوكالة. نعم بلادنا في خطر، في خطر يعني إلى درجة غير مسبوقة، يعني اليوم تخوض الدغيب في نفس واحد، انحرافات متعددة في نفس واحد، حتى بلاد ما تنجم تقاوم هكذا انحرافات. لهذا السبب دون أن يكون للحزب أي مسؤولية، دون أن أقحم الحزب في ذلك، أنا وقعت على
الرسالة تاع مجموعة 19 اللي طالبت بمقابلة رئيس الجمهورية، لأن هذه الرسالة تندرج في إطار السعي من أجل إيجاد الحلول الوطنية لتوقيف المسنن الذي انطلق. Donc c'est pourquoi, sans engager le parti, j'ai signé la lettre du groupe des 19 qui ont demandé audience au président de la République et qui maintiennent leur demande parce que cette démarche s'inscrit dans la recherche des solutions nationales à même de stopper l'engrenage mortel qui s'est mis en marche et qui menace le présent et l'avenir de l'Algérie. في سنة 1900 ما بين في الفترة التشريعية الأولى التعددية تاع 98-2002 حزب العمال كان عنده 4 نواب فقط، 4 مقاعد. رغم ذلك تمكنا من إقناع النواب نتاع الأغلبية في العديد من الحالات، وقدرنا نفوتوا تعديلات هامة جدا. وعلى غرار مثلا كان تم إلغاء تكفل الدولة بالزالوكاسيون فاميليال وعودنا رجعناها، احنا 4 مقاعد ما رايحاش تأثر، ولكن قدرنا يعني نقنع النواب نتاع الأغلبية. المرة هذه مثل ما سجلنا في لجنة المالية النقاش كان جدي، كان جدي فعليا. النتيجة انه 4 إجراءات جائرة تم إلغائها، النتيجة انه 5 إجراءات جائرة تم إلغائها. ولو ما كانتش غيابات تاع بعض النواب لكان ممكن انتزاع عدد أكبر من إلغاءات للإجراءات الجائرة. إذا كان هاد النتيجة ما غيرتش طبيعة قانون المالية لسنة 2016، ما غيرتش طبيعته ولا مضمونه الغير اللا اجتماعي واللا وطني، لكن هاد الشيء يأكد إمكانية إقناع نواب تاع أحزاب واحدة أخرى أثناء النقاش العام وأثناء عرض التعديلات. وإحنا عندنا أزيد من 30 تعديل ويجب استكمال العدد، يعني ناقشوا النواب اللي هي القضايا اللي ما زالت ناقصة. يعني على نوابنا أن يكافحوا أن يبذلوا كل الجهود لإقناع نواب آخرين في كل ما يتعلق بالدفاع عن السيادة الوطنية، عن الاستقلال الوطني، عن مكاسب الثورة، الدفاع عن الإجراءات السيادية التقدمية نتاع 2009 و2010، الدفاع عن القطاع العمومي المهدد بالزوال، الدفاع عن القدرة الشرائية اللي بدأ تضميرها لتوقيف الافتراس، حتى نتمكن من الحفاظ على القواعد المادية للأمة وعلى حدود بناء اقتصاد قابل للدوام، خلاق للثروة المتجددة ولمناصب الشغل. فالمسألة مسألة بقاء بالنسبة للأمة المهاجمة يعني في من كل الجوانب والمحاصرة على كل الحدود. شكرا للجميع. بارك الله فيك. شكرا للجميع. فقط حبيت نقول سيدات الصحفيين ما من الكتلة